تحضر تلفزيون؟ ايه تابع تلفزيون. شو بتحضر؟ والله اتابع برامج ثقافية، اخبار، مسلسلات قليل يعني. وبتسمع راديو؟ ايه كثير كثير راديو. شو بتسمع؟ يعني صوت لبنان، قنوات كثير على الاف ام بحضرها. واي نوع موسيقى بتسمع؟ والله تقريبا الموسيقى الشرقية. بسمع الشرقية كثير. تحب ام كلثوم؟ كثير. ليه؟ بحسها بتفاعل معها كثير يعني، بحسها تحكي عني يعني. بتفاعل معها كثير. بسمع لعبد الحليم، بسمع للطرب العراقي كثير. يعني مستويني بعض المطربين الطرب اللبناني شوي، السوري شوي. يعني صباح فخري. ايه طبعا. كثير. شكرا. شكرا.